بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ضرب الخدود لطمها عند المصيبة، شق الجيوب، الجيب هو الفتحة التي يدخل فيها الرأس من القميص والدرع ونحو ذلك، فشقه يعني تمزيق القميص والفستان ونحوه، والدعوى بدعوى الجاهلية من تعديد من الندب على الميت وتعديد محاسنه مع رفع الصوت بالبكاء. فمثل قولهم يعني: من لنا بعدك ويجب لنا يا ملاذنا، أو نحو ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، يقول الشارح: هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهية تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب. تم الكلام الواضح جدا، وإن كان هو ينبغي أن يبين الأمر على حالين: من يخشى منه ضرب الخدود وشق الجيوب والدعوى بدعوى الجاهلية، فهذا يقال له الحديث ولا يؤول لكي يظل في زجره والمنع من المحرم على بابه. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم للزجر عن مثل هذه المحرمات الكبائر. ثم في حال آخر أو مقام آخر، قد يتوهم بعض من يعني يشتبه عليه قول الخوارج أو يحتج به بعض الخوارج بالفعل على التكفير بالمعصية، فيقول: ليس منا، على بابه من أنه خارج من الملة إذا ارتكب هذه الكبائر. فهو يريد تكفير المسلمين العصاة بالذنوب وبالإصرار على المعاصي، فعند ذلك لا بد أن يؤول ولا بد أن يبين. والدليل على التأويل القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة في خروج عصاة الموحدين من النار وعدم التكفير بالذنوب: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وغير ذلك من النصوص الدالة على خروج عصاة الموحدين من النار وعدم خلودهم فيها، فهذا يدل على عدم تكفيرهم. فالمقام يعني لابد أن يفصل فيه حسب الحال. فإذا كنت في جنازة ووجدت من يلطم الخدود ويشق الجوب، فقل لهم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجوب ولطم الخدود، من ضرب الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية. وإذا كنت مع جماعة التكفير فأنت تستدل لهم بالتأويل الذي ذكره العلماء في ذلك. قوله: من ضرب الخدود، قال الحافظ: خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله. يعني لو ضرب صدره، مش لازم الوجه حتى، الخد ده لو ضرب غالبا، لكن لو قاعد يضرب على ايه، على جبهته، امال فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. السك وضرب الوجه يعني هي يعني ليس ضربا بمعنى اللي هو الجزع والتأسف، ولكنها تصف نفسها وهي متألمة من حالها رضي الله تعالى عنها. فسكت وجهها يعني ضربت على جبهتها متألمة للحال. وليس كل صك أو قال يعني مثلا أحيانا يتذكر أمر فيقول: يا قد نسيت ذلك الأمر، ويضرب على إيه؟ جبهتي ضربا خفيفا. مش أنه بيلطم على سبيل الاعتراض،
وهي لذلك هي تصف نفسها وتقول عجوز عقيم، يعني فأنا يولد لي، ليست أنها تلطم وجهها وتقول عجوز عقيم، فصكت وجهها يعني ضربت جبهتها، تصف نفسها بذلك كأنها تنبه نفسها كيف تتطلع إلى مثل ذلك، وأنها استبعدت وجود الأمر من منها هي، وإن كان الأمر يعني قد يكون من غيرها، الله أعلى وأعلم. وهي ليست نبية وليست معصومة. قول وشق الجيوب هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت. ودعا بدعوى الجاهلية قال شيخ الإسلام هو ندب الميت، وقال غيره والدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ، تفضيل بعضهم على بعض، يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، فكل ذلك من دعوى الجاهلية. نعم، إذا كان ذلك بمجرد الرأي والهوى. وأما التفاضل بينهم بناء على يعني وجود الفضل في العلم بينهم، كأن تقول مثلا أحمد أعلم بالحديث من الشافعي، والشافعي أعلم بفقه من أحمد، فمثل هذا ليس إيه؟ بمذموم. هذا مما لا شك فيه أن الأئمة متفاوتون في إيه؟ في علومهم. فلو قلت مثلا البخاري أعلم بالحديث مثلا، و يعني مثلا إسحاق أعلم، لا مش إسحاق، نقول مين أعلم بالفقه، بعض مثلا المزنية أعلم بالفقه مثلا، لا مكان هذا إيه؟ مستنكرا، وليس هذا فيه تنقيص للعالم. فأما الذي على سبيل التنقيص وكذا التعصب، ما معنى التعصب؟ أن يجعل هؤلاء عصبة، بمعنى يحب ويولي عليه ويبغض من يخالفه ويبغض من لا يدين بهذا المذهب أو لا يتبع هذا المذهب. فالتعصب المذموم هو التقليد الأعمى، وهو مجرد الاسم أو الطائفة حتى ولو لم يكن اسم. الناس فكرة أن التسمي هو الأصل، لا، لو واحد على سبيل المثال يحب شيخا معينا ولو لم يتسمى بأنه منتسب لهذا الشيخ، ولم يسمي نفسه مثلا يعني باسم الشيخ، يعني الشافعي بيقول فلان شافعي شافعي، لا، ممكن ما ينتسبش. زي بعض المعاصرين يتعصبون لبعض المشايخ، الشيخ الألباني مثلا ما يسماش نفسه ألبانيا، ولكن يعني لو أن إنسانا خالف الشيخ في أدنى مسألة فالحرب على أعلى مستوى. فمثل هذا لا يكون، وإن زعم أنه لا يتسمى، وأن هذا تعصب إذا كان يقلد في كل مسألة من المسائل وتعصب حتى فيما صح الدليل في خلافه. ولو لم يتسمى بكونه تابع له أو من أتباعه، طالما تعصب للطائفة بمعنى أنه ينصرها بمجرد الانتساب، ومجرد أن الشيخ قد قال كذا فهو حق مما لا يحتمل غيره ولا يلوز مخالفته، والخلاف فيه غير سائغ طالما أن الشيخ قد قال، فلا يعرف يعني وجها لمخالفة غيره. فمثل هذا تعصب داخل في هذا المقام، فضلا عن التسمي، الذين يتسمون مثلا إلى طائفة معينة فبمجرد الاسم يكون محبا أو مبغضا، إذا لم يتسمى بالاسم يبغضه، وإذا تسمى به يحبه، حتى ولو كان سلوكه مخالفا، حتى لو كان تاركا للواجبات فعلا المحرمات، تسمى بالسلفي مثلا فيكون كل شيء مقبول منه، وتغفر له زلاته ويتأول له في أخطائه. وأما إذا لم يتسمى بذلك حتى لو كان رجلا صالحا ولو كان على عقيدة أهل السنة والجماعة يبغضه على ذلك، هذا هو التعصب المذموم. أما مجرد الانتساب للاسم من غير تعصب فليس بمحرم، طالما كان اسما شريفا أو لم يكن يعني أو على الأقل أمرا مباحا، كالتسمي إلى الجهات والأمصار، فنقول فلان المصري أو فلان الحجازي أو نحو ذلك، هذا لا يضر طالما لم يكن هناك تعصب، لم يكن هناك تقليد مذموم. وتعصب مذموم هو الانتصار بغير معرفة المحق المبطل، ولو كان إلى أشرف الأسماء وهو اسم المهاجرين والأنصار. والحقيقة أن دعوة الجاهلية في هذا قرينة ليس منا من ضرب الخدود وشق الجوب، تدل أن دعوة الجاهلية يند بالميت، ويمكن أن يعمم، لكن هي دعوة الجاهلية في مواضع أخرى صريحة، في أنها الذي ذكره ابن القيم من
التعصب المذموم إلى الأشخاص والمذاهب والطوائف والمشايخ والموالاة على ذلك والمعاداة. ويمكن أن يحمل الحديث الذي بين أيدينا على العموم، فهو يشمل ندب الأموات بالويل والثبور، ويشمل دعوى الجاهلية التي هي التعصب المذموم كما ذكرنا. الانتساب نفسه، طيب ما حكمه؟ أن ينتسب إلى مذهب، إنه من غير حتى لو لم يتسمى بذلك، إن كان على سبيل التعلم، مع كونه إذا وضح له الدليل التزم به، وكذلك إذا كان على سبيل التعاون على البر والتقوى، كأن يكون مع أصحاب له يتعاونون على إقامة دين الله عز وجل، فهذا هو الواجب. وقد كان لكل شيخ من الأئمة أصحاب، فأصحاب مالك وأصحاب الشافعي وأصحاب أحمد، وكل منهم له تلامذته الذين يأخذون عنه العلم، ولم ينهوا أحدا منهم عن أن يعني يتعلم منهم أو أن يجلس إليهم أو أن يصاحبهم على ذلك. فمصاحبة أهل الخير والتقوى على إقامة البر والتقوى، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، صحبتهم مأمور بها، والتعاون على البر والتقوى من واجبات الشريعة. وهذه المسألة من المسائل التي حدث فيها خلل كبير عند قطاعات عريضة من المعاصرين، فمنهم من يحرم التسمية، ومنهم من يتعصب وإن كان ينهى عن العصبية، ومنهم من يجعل التسمية فرضا لا بد منه، وكل هذا الأمر كما ذكرنا ليس بصحيح. وهناك من يحرم مجرد الاجتماع، وهذا أسوأهم حالا في الخلط في هذه المسألة، يحرم أصل الاجتماع ولو كان لإقامة الدين، ويرى ذلك في ذاته عصبية، وهذا من أمر الجاهلية، أنه يريد أن يظل الناس أوزاع متفرقين لا يعرفون إقامة حق فيما بينهم ولا تعاون على البر والتقوى، إلا ما كان يشتهيه كل إنسان منهم، كل من يشتهي شيئا فيقبل ويعاون عليه، ومن لا يشتهي شيئا يقول هذه عصبية، هذه جاهلية. هذه حقيقة هذه الجاهلية، أن تظل الأمور على الجهل والظلم ومخالفة الشرع في الأمة، ولا يوجد من ينتصب لإقامة الحقوق والواجبات الشرعية والتعاون على البر والتقوى، وتقول للناس أن اجتماعكم هو عصبية جاهلية، هذا كلام فاسد بلا شك، والله فاسد. وعند ابن ماجه صححه ابن حبان عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور، وهو حديث حسن. لعن الخامشة وجهها، تخمش الوجه يعني تخدشه بأظافرها، تخمش الوجه خمش يعني تخدشه بأظافرها، والشاقة جيبها والصدر قميصها فتح درعها، والداعية بالويل والثبور على نفسها، الثبور هو الهلاك. هذا دل على أن هذه الأمور من الكبائر، لو اللعن وليس منا كل ذلك. وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا وليس على وجه النوح والتسخط، نص عليه أحمد لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله عنها لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت وكرب أبتاه، ثم لما ماتت قالت يا أبتاه إلى جبريل معاه، يا أبتاه إلى جنة الفردوس مأواه، ونحو ذلك. فمثل هذا ليس على جهة النوح والتسخط، بل كلام حق، وفي نفس الوقت ليس برفع الصوت، ولم يرد أن فاطمة ناحت النياحة المعروفة. أبو بكر بكى رضي الله عنه، الثابت عن أبو بكر أنه بكى وقال له طبت حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. يقول وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء، لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن بك يا إبراهيم لمحزون. في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شن يعني خربة، ففاضت عيناه، فقال سعد ما هذا يا رسول الله، ما هذا يعني هل تبكي، كيف تبكي؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمن، صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة
في الدنيا، فإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، حتى يأتي به ربه يوم القيامة، نسأل الله. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي وصححه الألباني للشواهد، وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة والطبراني عن عمار بن ياسر، قوله عن عمار بن ياسر قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له عقوبة في الدنيا، أي يصب عليه البلاء والمصائب لما فرط من الذنوب منه، أو لما فرط يعني ما سبق من الذنوب منه، فيخرج منها من الدنيا وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطايا، سواء بقى الإنسان يعني استحضر الألم أو استحضر شهود النعمة. يقول: هذا من أعظم النعم، فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك، فيكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة. كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها المصيبة فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق، لأن فعل المصيبة شيء أصاب الإنسان رغما عن من الذي فعله، قدره الله عز وجل. يقول: والله تعالى محمود عليها، لذلك لا يحمد على مكروه سواه. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه، لأنه لما يقول الحمد لله يبقى أثنى على الله فيثني الله عليه صلوات من ربهم ورحمة. قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الصلاة من الله الرحمة وليه والثناء، ولما اقترنت هنا بالرحمة فدلت على أنها معنى الثناء عليه بالملأ الأعلى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. ولذلك فعلا الصبر لما الإنسان يستغرق فيه ويشهد النعم الموجودة في المصيبة يفرح بالمصيبة، يقوم يصل إلى دارة الرضا ولا يتمنى غير ذلك، يقول: يا سبحان الحمد لله، يقولها يعني راضيا بذلك. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، يوافي به يوم القيامة، أي لا يقال العزيزي أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيها، فيستوفي ما يستحق من العذاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث. أما قوله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، فهو حديث آخر، لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كحديث واحد. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. قال الشيخ الألباني: حديث حسن، فيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، ده في الفائدة دي في الحديث الماضي اللي هو في عجل له عقوبة في الدنيا. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، روى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه: إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر
ومن جزع فله الجزع، حديث صحيح. صبر فله الصبر يعني يصبره الله، الله يعطيه الصبر. وقول عظم الجزاء أي من كان ابتلاؤه أعظم، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفية. قد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا، ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كان سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار. ده هذا كلام حسن جدا، إن المصائب نفسها تكفير، الألم نفسه مكفر، ولكن إذا صبر فهذا عمل صالح، إذا رضي كان أعلى، إذا استغفر وتاب، إذا ذل وانكسر، إذا أثنى على الله، كل هذه أعمال صالحة، فحينئذ يثاب على ما يتولد منها. وعلى هذا يقال في معنى الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب. وقوله إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم في إثبات صفة المحبة لله عز وجل. ورد في حديث سعد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، رقة بمعنى ضعف. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، صححه الترمذي وصححه أيضا الألباني. وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد. فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فلأن لا يملكوه لغيرهم أولى وأحرى، فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة، وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة ما لا يحصى. فمن رضي فله الرضا أي من الله تعالى، والرضا قد وصف الله تعالى به نفسه في مواضع من كتابه كقوله جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومذهب السلف وأتباعهم وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، التعطيل النفي والجحد، ومنه التأويل الباطل، تأويل الصفات من الأقوال الباطلة التي لا تعرف عن السلف. وكذا التفويض المقصود به تفويض المعنى فإنه نوع من التعطيل، كأن يقول فله الرضا أي من الله فله ألف لام راء ضاد ألف، ومن سخط فله ألف لام سين خاء طاء، بس يبقى عبارة عن حروف كأنها كلام أعجمي لا يدرى لها معنى. يقول أمروها كما جاءت بهذا الاعتبار، لا، السلف قال أمروها كما جاءت أي دلة على معانيها، وهكذا قد جاءت. فالطفل الصغير لو قلت له إذا رضيت رضي الله عنك، وإذا سخطت على القضاء والقدر سخط الله عليك، ربنا يغضب عليك، يفهمها ولا ما يفهمهاش؟ والله أي صبي صغير يعرف لغة العربية يفهمها، فكيف وكذلك يمكن أن تترجم يعني إلى اللغات الأخرى، فإنها معلومة المعنى. أما المفوضة فهم أهل بدعة وضلال، جمعوا إلى التعطيل يعني سوء الظن بالنصوص، وأنها خطبنا بما لا معنى له عندنا، كما أنهم أنكروا أن يتدبر القرآن والسنة، وقد أنزل الله عز وجل الكتاب ليتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. يقول فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر، يعني دي من لوازم الرضا بقى، مش ان الرضا هو حصول الخير للعبد، لا، ده من آثار رضا الرب عز وجل. ورضوان الله عز وجل أعلى ما يطلبه المؤمنون وأعلى ما يعطيهم الله عز وجل في الجنة، الرضا الذي لا سخط بعده أبدا. فهناك رضا يمكن أن يكون بعده سخط، وهو الذي يكون في الدنيا، فمن عمل الطاعة رضي الله عنه، ولكن يمكن أن يسخط الله عليه إذا عمل المعصية، وكذلك من كان كافرا كان الله ساخطا عليه، فإذا آمن رضي الله عنه. والرضا من صفات الأفعال المتعلقة بالمشيئة،
ولذا صح أن تتعلق بالوقت لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك، إذ يعني حين يبيعونك، فعلق الأفعال على وقت معين، فرضي الله عنهم حين فعلوا ذلك. فالرضا من صفات الأفعال. أما يوم القيامة فيقول الله عز وجل يعني عندما يسأل أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم، فيقولوا أي شيء أفضل من هذا، فيقول أحل عليكم رضائي فلا أسقط عليكم بعده أبدا، نسأل الله رضاه الذي لا سقط بعده. يقول والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطة، محبة لله وثقة به. والحقيقة أن الرضا أعلى درجة الصبر. الصبر حبس النفس على ما تكره، النفس كارهة للألم، ألم المصيبة، لكن إذا استغرق الإنسان في شهود قدر الله وحكمته وعلمه والمصالح والحكم المترتبة على المصيبة جعله هذا الاستغراق ينسى الألم. ده زي إنسان ممكن تلاقي نفسك قاعد على يعني إنسان مستغرق في حاجة معينة بينسى فيها الألم اللي بيوجعه في حتة تانية لغاية ما يصحى يقوم يفيق من ذلك. الإنسان المشغول بتفكير معين ونظر معين يمكن ينسى نفسه، ينسى الألم، زي ما قطعنا أيديهن ليه من شدة الانشغال بالنظر إلى الصورة. اللي بيحبوا بعض ساعات ما بيبقوا ناسين نفسهم من انشغالهم بالفكر في من يحبون. فالإنسان المؤمن اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى من شدة انشغاله يزول عنه الألم، ما يشعرش بألم المصيبة، وينسى إن فيه مصيبة حصلت، والألم بتاعها يزول من القلب بالكلية. وده قدر زائد على القدر الواجب، ده مستحب، انه باستغراقه في النظر في علم الله وحكمته وحمده وملكه والمصالح المترتبة على ذلك ومبنى ذلك على إمام الأسماء والصفات عموما، يوم ما يتمناش ان ما كانش ده حصل، يقول لا ده كان يعني لولا انه ما بيختارش يكون يقول كان زيادة كمان، لكن الصح ان هو ما يقولش زيادة، لان هو يسأل الله العافية. ومشروع لينا ان احنا ما نختارش لنفسينا، نفوض الأمور إلى الله. يقول وقد يجد لذلك راحة وانبساطا، محبة لله وثقة به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح، الروح اللي هي الراحة، والفرح في اليقين والرضا. اليقين اللي هو كمال شهود القدر وأن ما أخطأك لم يكن يصيبك، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. ما كانش ممكن يحصل حاجة غير كده، كان ممكن يحصل الوضع غير كده، ما كانش الحاجة دي تضيع، ما كانش المرض ده يصيبني، ما كانش الفلوس اللي راحت دي كانت تروح، كانش الخسارة التجارة دي تخسر، ما كانش الشيء القريب ده ما كانش مات، مش كان يحسب أحسن. وده فعلا لابد أن يصيبه من القلق والسخط والهم والحزن، والحزين والعياذ بالله. الشيطان يوسوس الإنسان بذلك ليظل حزينا. قال ومن سخط، قال أبو السعدات السخط الكراهية الشيء وعدم الرضا به، أي من سخط على الله فيما دبره فله السخط، أي من الله، وكفى بذلك عقوبة. قد يستدل به على وجوب الرضا، وهو اختار ابن عقيل، واختار القاضي عدم الوجوب، وده ترجيح الشيخ الإسلام ابن القيم. صح أنه هو الصبر هو الواجب، هو هنا قال فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فيه مرتبة وسط في النص اللي هي الصبر. مرتبة الصبر ده واجب، الصبر واجب والرضا أعلى، هو أعلى درجة الصبر. زي ما قلنا الأمر يبقى فيه ألم، بس من شدة الانشغال بالفكر في أسماء الله وصفاته وحكمته وحمده يزول الشعور بالألم مع كونه موجودا. قال شيخ الإسلام ولم يجي الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه. قال وأما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي، فهو إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أنس، هو إسرائيلي فعلا. قال شيخ الإسلام وأعلى من ذلك أي من الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، يبقى يشكر ربنا على الخير اللي حصل له من وراء المصيبة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجوب دعا بدعوى الجاهلية، وعلامة إرادة الله بعبده الخير وتعجيل العقوبة إرادة الله بعبده الشر
ده دليل على رد المعتزلة في قولهم باللطف والأصلح، إن ربنا قد يريد بعبده شرا، إذا أراد الله بعبده شرا عجل له أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، حتى يوافي به يوم القيامة. إذن في بعض العباد يريد الله بهم شرا، طب ليه؟ لأنه أعلم بهم، يضع الأمور في مواضعها، وهو خلقهم وهو أعلم به سبحانه وتعالى، وله الحكمة، ولم يظلمهم حين أراد بهم شرا، لأنه جعل الشر الذي يصيبهم من خلال عملهم وإرادتهم وقدرتهم التي خلقها الله لهم. علامة حب الله للعبد تحريم السخط ثواب الرضا بالبلاء. الشيخ دقيق جدا، ما قالش تحريم السخط ووجوب الرضا، قال ثواب دي الرضا، كأنه بيشير إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فعلا أن الرضا مستحب. طب هذا أصلاً.